بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيك عزيزي في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون مقتطف من دورتنا المشهورة، دورة جمع المعلومات والاختراق بالطريقة الاستخباراتية. هي دورة بتمكنك إنك تشتغل مع الأجهزة الأمنية، يعني مثل خلينا نحكي الجرائم الإلكترونية في بلدك، الجيش، المخابرات، خلينا نحكي الأمن الوطني، أي جهاز أمني حكومي بخولك تشتغل باستخدام الإنترنت ومهاراتك في مجال الاختراق. وتحديدا هاي الدورة هي دورة IGH، أحد دوراتنا القوية جدا، بتمكنك كيف تكشف الجرائم الإلكترونية، تتبع المخترقين والمجرمين الإلكترونيين، تتبع أرقام الهواتف، تخترق حساباتهم بالسوشيال ميديا، تجمع عنهم معلومات، تخترق الكوميونيكيشنز أو الاتصالات اللي بيعملوها، تقدر تتنصت عليهم، والكثير الكثير من المعلومات الأخرى والقوية جدا. طيب سيف، شو راح تقدم لنا في فيديو اليوم؟ ليش هو مقتطف من هاي الدورة؟ في فيديو اليوم يا عزيزي راح تلاقي الطريقة اللي تقدر ترفق أو تتواصل فيها مع المجرمين، أو تعرف كيف المجرمين بتواصلوا مع بعض عن طريق، خلينا نحكي، مقاطع ام بي 3 او مقاطع صوت غير مفهومه او ما لها اي معنى. يعني مثلا تعالوا نفتح مثلا هذا المقطع، خلينا نفتح الفايلز اللي موجوده هون. اوكي، مقطع صوتي ما له اي معنى، كيف بدك تعرف اذا المجرمين مخبين فيه معلومه معينه؟ تمام، هذا الكلام راح يتم من هون. نروح للهوم كالي، ببساطة هيدن ويف مثلا، هذا المقطع اللي موجود هون. Knock knock, mustache, you're a nightmare. مقطع قد يكون يعني الهدف منه الاستهزاء فيك او الاستهزاء بالجهاز الامني كامل، لانك احنا الان يعني في الاجهزة الامنية العربية، اذا فتحنا جهاز اي شخص ولقينا فيه كثير مقاطع صوتيه بهذا الشكل، ما راح نفهم شو مغزاها او ايش مخبى فيها. تمام، ولكن اليوم راح نعرف كيف بيخبوا رسائلهم السريه فيها، واحنا كمان نخفي بعض الرسائل بدورنا لحتى نجرب العمليه بانفسنا. اليوم راح نستخدم اداه اسمها هيدن ويف، طبعا شكر لليوتيوبر العظيم والمبرمج العظيم ايضا الديفلوبر تك تشيب. اوكي، تك تشيب نت هو اللي عامل هاي الاداه، من خلالها بتقدر اكستراكت الرسائل المخفيه بمقاطع الصوت او انت تخفي بدورك هاي الامور. تمام، ببساطه راح تنزلها عن طريق جيت كلون بهذا الشكل، بعدين تفتح الملف الخاص فيها بكل بساطه. تمام، يعني لو بدنا نوريك الاوامر بالتيرمينال من اول وجديد، ببساطه بتعمل جيت كلون بهذا الشكل، وببساطة من وين بدك تجيب اللينك؟ من هون، ببساطة بتنسخ هذا اللينك بتحطه هون بكل بساطة، بتنزلها بتصير ملف عندك موجود. تمام؟ بعد ما تنزلها الآن خلينا نعطيه صلاحيات الروت بهذا الشكل، نفتح الملف اللي اسمه Hidden Wave، نشوف الملفات اللي موجودة فيه. عندنا أداة تعمل اكستراكت، تكشف الرسائل المخفية داخل هاي المقاطع الصوتية، وعندنا أداة بتعمل ايش؟ بتعمل اخفاء. تمام؟ فخلينا نشوفه مع بعض. طبعا راح ينزل معك الملف بدون هذا الملف اللي هون، الملف الصوتي اللي هون، هذا انا نزلته بنفسي لاغير الصوت. اما هذا الديمو ويف هذا من المطور نفسه، بتقدر انت تجرب عليه مبدئيا ولقدام، يعني مع اصدقائك تمزح، تحط اي اصوات معينة وتخفي فيها الرسائل. فخلينا نبلش مع بعض. اولا نستخدم هيدن عفوا. اوكي، بالبداية بدنا نستخدم بايثون. اولا بايثون 3 بهذا الشكل. تمام، نضغط انتر، بقول لك استخدم هاي الارجيومنتس او السويتشات اللي موجودة هون. داش اف للاوديو فايل اللي انت بدك تختاره، الام اللي هو السيكريت مسج، المسج اللي انت بدك تحطه، والاو اوتبوت فايل النيم والصيغه تبعته. تمام، فخلينا نكتب الامر مع بعض ونجرب العمليه. اوكي، نرجع للامر اللي فوق، داش اف اللي هو طبعا ملف سيكريت اللي حطيناه بالبدايه، بعدين داش ام نخفي المسج تبعنا. ايش هو المسج اللي احنا بدنا نستخدمه؟ مثلا this is
classified مثلا، يعني كتبتها غلط بس ما في مشكلة. اوكي انفو بهذا الشكل تمام. وطبعا او اللي هي الاوتبوت تبعنا بدنا ننزله على الديسكتوب. هوم كالي ديسكتوب بهذا الشكل، ونسميه مثلا سيكريت بتوين. بكل بساطة انتر. الان بقول لك بليز ويت. خلص خلص الحمد لله. العفو اصدقائي. تمام الان المفروض يكون على الديسكتوب نزل معانا هذا الفايل اللي هو سيكريت دوت ويف. خلينا نفتحه مع بعض. نوك نوك مستر. ببساطة نفس الملف نفس الأمور اللي فيها اللي بروبرتيز تبعونه، ما في أي شيء واضح إنه في أي معلومات مخفية بداخله. تمام؟ طيب خلينا الآن نجرب الأداة اللي بتعمل اكستراكت الموضوع. تمام؟ بايثون 3 اكس ويف ونشوف. بقول لك اختار الاوديو فايل فقط. تمام ما في مشكله. داش اف، وطبعا الاوديو فايل مش بداخلها، راح يكون في نفس المكان او الدايركتوري اللي احنا حاطينها اللي هو الديسكتوب. تمام بهذا الشكل سيكريت ويف. اوكي بهذا الشكل بقول لك your secret message is this is a classified info. طبعا نفس كلمة classified اللي مكتوبة كتبها بالغلط. تمام؟ انت الان ممكن تزيد طبقة جديدة من الموضوع بانك تعمل مثلا هاشنج لهذا النص بحيث يصير مشفر بشكل اكبر، وهيك المجرمين بيعمل. هاي الطريقة يا صديقي انت الان بتستفيد منها بحيث انك حلو انك تعرف كل الطرق اللي بيستخدموها لاخفاء الرسائل بينهم، وخصوص الارهابيين هاي الفتره. يعني اغلب الاجهزه الامنيه حاليا بالوطن العربي بيلاحقوا موضوع الارهاب، بيلاحقوا امور زي ممكن خلينا نحكي المنظمات الارهابيه المعروفه. ما بدي اجيب سيرتها بالفيديو لانه قناتي مش ناقصه بصراحه. تمام وبيحاولوا يعرفوا كيف اساليب الكوميونيكيشن اللي بيستخدموها. مش دائما بيستخدموا تليجرام، واذا استخدموا راح يحتاجوا طبقات زياده من التشفير او طبقات زياده من الاخفاء. فلو استخدموا هاي الادوات بكون الموضوع مفيد. فان شاء الله انه هيك زدنا قاعدتنا المعرفية بطريقة جديدة لإخفاء الفايلز أو لإخفاء الرسائل ما بينهم. تمام؟ فكان معكم سيف مخارزة. تنسوش تعملوا سبسكرايب للفيديو أو سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. يعطيكم العافية.